طبعا احنا مشاركتنا سنوية ونحرص على هذه المشاركة من خلال هذا المعرض الدولي الذي يتطور كل عام بشكل سريع وبشكل ملفت. طبعا مشاركتنا هذا العام مميزة لأن الاسم قد تغير من المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى الأرشيف الوطني، وذلك من خلال القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014. طبعا الاسم يحمل في طياته الكثير من التحديات، خصوصا ونحن يجب علينا تنظيم أرشيفات أكثر من 200 وزارة ومؤسسة اتحادية وشركات مملوكة للاتحاد حسب القانون. طبعا الأرشيف لا أخفى عليكم أنه ذاكرة الوطن، وبدون وجود أرشيف يحفظ هذا التاريخ ويحفظ هذه السجلات ويفهرسها ويكشفها وفي النهاية يقوم بنشرها إلكترونيا من لأجل الباحثين وطلاب العلم والسياح ومتخذ القرار، لا 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 يمكن أن نصل إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية والحفاظ على الكنوز التاريخية اللي موجودة في جنبات هذا الأرشيف.